الأعجمي. أولا أشرح، نبيه فطن ذكي، تغتنم تنتهز. أجابت على الفور، أجابت حالا، تنتعل تلبس نعلا أو حذاء. ثانيا أملأ خريطة كلمة سرور، نوعها اسم، مرادفها فرح، ضدها حزن. تركيبها في جملة، يحس الأطفال بالسرور يوم العيد. ثالثا أضع الكلمة المناسبة في كل جملة، أهداني هداني، هداني صديقي للخير، أهداني أخي كتابا، حسبت 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 نقودي، حسبت العيد قريبا. أفهم. رابعا أجيب، سأل سمير أمه ماذا قال، كم بقي من الأيام ليأتي العيد. متى تفاجأت الأم؟ تفاجأت الأم عندما فتح سمير صوانه وأخذ منه حصالة النقود. ماذا سيشتري سمير بنقوده؟ سيشتري سمير بنقوده حذاء لصديقه علي بن جاره الفقير. ماذا أهدى سمير لعلي؟ أهدى سمير لعلي حذاء وطبقا مملوءا بالحلويات. خامسا أضع علامة في قبل زمان النص، زمان النص يومان قبل العيد، صباح العيد. سادسا أستخرج من النص صفات أرادت الأم أن يتصف بها سمير، عطوف، رؤوف. سابعا أرتب الجمل بالأرقام 1، 2، 3، 4، 5 لألخص النص. وفر سمير مبلغا من المال 1. فكر في شراء حذاء لصديقه الفقير 2. أخبر أمه بما فكر فيه 3. أثنت عليه أمه 4. أسعد صديقه صباح العيد 5.